كان اجتماع في مع صاحب جلال الله ينصرو، عطى تعليماته. التعليمات كانت واضحة بأنه خص يكون واحد اجتماع ديال اللجنة بالوزارية باش تهتم بواحد العدد ديال الإشكاليات اللي خصها تلقى لها الحلول، يعني في أحسن الظروف وفي أقرب الوقت. أولا مرة أخرى نعزيو صاحب الجلالة ونعزيو كذلك يعني المواطنين والعائلات ديال المواطنين اللي توفوا. لا إله إلا الله، هذا قدر الله. كاين مراحل، هذه المرحلة اللي كنمروا فيها الآن هي مرحلة الحمد لله واحد وزارة الداخلية مع جميع يعني لي سيرفيس اللي هما كونسيرني عاملين واحد المجهود كبير باش أولا يركزوا على باش يجبدوا الناس اللي هما في السيتياسيون اللي هي صعيبة باش يحاولوا سميتو. ثانيا كذلك أنه كاين واحد العدد ديال الموتى الله يرحمهم خصهم يدفنوا، وكاين كذلك يعني واحد الدعم اليمونتير اللي خص وصل الناس وخصهم القياطن وخصهم واحد العدد ديال الامكانيات. وزاره الداخليه مع جميع المصالح يعني تشتغل بقوه باش تحاول تواكب هاد الظروف اللي هي ظروف صعبه واللي الحمد لله تقوم بالواجب ديالها. من بعد هذه المرحله يعني بلادنا كما بغاها صاحب الجلاله وحسب التعليمات اللي عطى انها خصها تدخل في واحد المرحله جديده ديال اعاده البناء ديال هذا الشيء اللي كله تكسر بقدر الله ديال هذا الزلزال، وتعطاه تعطى الامكانيات لبلادنا. فاولا الناس مشات لهم السكنه ديالهم، هذه السكنه اللي يمكن نقول من بعد الاجتماع اليوم ديال هاد اللجنة كالاتفاق بأنه وعلى بالنسبة كان اتفاق، وفي هاد الشيء فيه توجيهات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو أنه يكون تعويض يعني للمواطنين اللي ضغوا يعني بالنسبة لهاد يعني هاد السكنة. فغادي تكون واحد لانديمنيتي اللي غادي تمشي لعند الناس باش يمكن يساهموا في إعادة البناء ان شاء الله ديال المنازل ديالهم وديال السكنه ديالهم اللي كانت عندهم. غادي يكون عرض، هذا العرض غادي نحاولوا نوجدوه داخل هذا الاسبوع ان شاء الله واضح، وغادي نقولوا واش غادي نقوموا به. حنا بدينا كنشتغلوا درنا دي كوميسيون، وفي هذه الايام الجايه ان شاء الله عما قريب غادي نعلنوا على هذا العرض بالنسبه للمواطنين اللي ضغوا بهذا الشيء هذا. كذلك انه في هذه لابيريود كاين واحد العدد ديال التساؤلات، لانه يعني الناس اليوم ما عندهاش سكنه وخصها فين تمشي، دونك غنحاولوا باش كذلك يعني بدمان يبنيوا المنازل ديالهم لقاو يعني بعض الحلول اللي يهموا المواطنين. و مدارس مشاو تقريبا 500 مدارس، كاين اللي كبرى كاين الثانويات كاين اللي هي صغيره اللي هي مشات، اليوم خصها تعاود تبنى، دونك خصها تدخل مع هذا البرنامج. كاين بعض المراكز ديال الصحه اللي مشات، كاين الطرق اللي خصها تعاود، كاين بعض المسائل ديال الماء اللي خصها تعاود. فالحكومه عازمه على تنفيذ الاوامر ديال صاحب الجلاله بجديه باش نحاولوا ان شاء الله خلال هاد الايام القابله المقبله ان شاء الله نعطيو اجوبه مدققه على كل البرنامج كيفاش غادي يكون.